نظم اليوم المركز الوطني للمناهج بمقره دورة تدريبية حول إضافة مواد أخرى معتمدة لصفي الثاني العلمي والأدبي معا. المناسبة رأسها المدير العام للمركز وعدد من المختصين في وضع المناهج آدم حنفي فاضل، يحدثنا عن المزيد في سياق التقرير التالي. البحث عن المزيد من قدرات المعنيين بالتعليم يعتبر تقوية للمناهج الدراسية في حد ذاتها، لذا نظم المركز الوطني للمناهج هذه الدورة التي تهدف إلى إضافة منهج جديد للصف الثاني الثانوي بقسميه العلمي والأدبي، وهي مرحلة مهمة في تكوين الطالب الذي سيكون أمام عدة خيارات مصيرية. الإدارة العامة للمركز الوطني للمناهج وعلى لسان مديرها الدكتور أبو بكر علي كوري الذي أكد في حديثه بأن الغاية من هذه الدورة هي صناعة الإنسان وتأهيله أكاديميا حسب النظام المعترف به في تشاد، وهو المدخل بالكفاءات إلى جانب المعالجات الخاصة لكل مادة على حدة. اللغات الثلاثة الحية وهي الفرنسية والعربية والإنجليزية. دورة يشارك فيها جميع المعنيين بإعداد المناهج الوطنية لمناقشة موضوعات المناهج الدراسية والبحوث، وستستمر هذه الدورة حتى 14 من الشهر الجاري بمنطقة دردها.